والآن مشاهدينا، تواصل جمعية الهلال الأحمر الكويتية استعداداتها لتوفير المساعدات لقاطني المناطق المعزولة. وللمزيد من التفاصيل تنضم إلينا مراسلة تلفزيون دولة الكويت ديما دحدل. أهلا فيك ديما، معنا في نشرة الثالثة. ما هي الآليات التي ستعمل وفقها جمعية الهلال الأحمر الكويتي في مساعدة المناطق التي تم عزلها عزلا كاملا، وهي تقريبا 5 مناطق؟ تفضلي ديما. نعم زميلتي باسمة، بالفعل بعد التحية، دائما جمعية الهلال الأحمر الكويتية تتصدر المشهد الإنساني بكل تفاصيله في دولة الكويت، ودائما جمعية الهلال الأحمر الكويتي عودتنا بأنها تبذل قصارى جهدها في سبيل الدعم وتلبية الاحتياجات الإنسانية في كل المناطق. وكيف الآن بعد دخول مناطق جديدة لدائرة العزل؟ لذلك هناك كانت فيما سبق كان هناك الجهود تتركز في منطقتين جليب للشيوخ والمهبولة، أما الآن مع دخول هذه المناطق الجديدة لدائرة العزل فإن سياسة جمعية الهلال الأحمر الكويتي تغيرت، وضعوا خطط الآن من أجل احتواء هذه المناطق، من أجل تغطيتها بكافة الاحتياجات اللازمة. لكن لنتحدث أكثر عن هذه الخطة التي وضعت والتي أصبحت تفاصيلها واضحة مع الملامح، يسعدنا أن نستضيف معنا السيد أنور الحساوي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي. بالفعل بعد التحية سيد أنور، نتحدث اليوم عن جهودكم في هذا المجال، وحدثنا عن خطتكم لهذه المناطق الجديدة المعزولة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا معروف من جمعية الهلال الأحمر الكويتي منذ أن بدأت جائحة كورونا، وكنا مستعدين ووزعنا تعليمات للمتطوعين، وقمنا بتوزيع طبعا المناطق كلها، وركزنا اخر شيء في لما صار الحظر الكلي في المهبوله وجلب الشيوخ. بالنسبه للمناطق الجديده كان عندنا اجتماع خلصنا، وارسلنا فرق تتقصى المناطق هذه وتعرف اين يتم التوزيع، وكلمنا وزاره الشؤون للتعاون معها في امكانيه استخدام الصالات للتوزيع، وهنالك خطه للتوزيع للمناطق المحظوره اللي حولي والفروانيه وخيطان وميدان حولي، وطبعا بالاضافه للمهبوله وجديد للشيوخ. نعم، كيف سوف تكون هذه الفرق التطوعية بشكل كامل تعمل على أرض الميدان؟ ما هي توجيهاتكم اليوم في ظل هذه الظروف الاستثنائية، مع الأخذ بعين الاعتبار بضرورة حماية أيضا متطوعين في جمعية الهلال الأحمر؟ نعم طبعا، بالنسبة لحماية المتطوعين هم متعلمين يلبسون الكمام والقفازات، ويصير في تباعد بينهم وبين التوزيع. طبعا بالنسبة للتوزيع هناك خبرة قديمة منذ طبعا خلال شهرين اللي وزعنا فيها، وخاصة في شهر رمضان المبارك وزعنا أكثر من 270 ألف وجبة بواقع 5000 وجبة غذائية يوميا، فالتعليمات موجودة لهم وهم عندهم على دراية في هذا الموضوع. إنما الخطة الجديدة أكيد راح تكون مشابهة للخطط القديمة، وما هو شيء جديد إن شاء الله على المتطوعين، وراح نقوم فيه على أكمل وجه إن شاء الله. أيضا هناك دائما جمعية الهلال الأحمر الكويتي هناك تعاون وثيق ما بين الجهات الأخرى الموجودة على الأرض، وخاصة نتحدث عن وزارة الداخلية ووزارة الصحة، حدث عن أيضا تعاونكم المثمر مع هذه الجهات. نعم أكيد، يعني لولا وجود رجال الداخلية ما كنا نقدر ندخل المناطق المحظورة، وهم طبعا هم اللي يسقون لنا ويكونوا معانا وقت التوزيع للترتيب ولشق الطرق ولحماية طبعا متطوعين من أي شيء. هذا بالنسبة للداخلين نوجه لهم الشكر. وزارة الصحة طبعا تعاون معهم تعاون وثيق، احنا معاهم في المحاجر، مؤخرا أثثنا في منطقة جابر الأحمد 23 عمارة لهم، والتعاون وثيق طبعا. احنا طبعا ولكن بذكر شيء، انا الاسر المحتاجه كذلك اللي مسجلين عندنا بالجمعيه هم حوالي 5000 اسره، ما نسيناهم وقت الحظر ولا الان، نوزع لهم بالذهاب الى بيوتهم، وطبعا والان ما دام تم رفع الحظر الجزئي يقدرون يواصلون معنا هنا ان شاء الله. اذا بالفعل مستمرين اذا بخططكم. جزيل الشكر لك السيد انور الحساوي، نائب رئيس مجلس اداره جمعيه الهلال الاحمر الكويتي، على هذه التوضيحات وهذه الخطه. وبالفعل اذا هي اليوم دائما جهوزية تامة وكاملة من قبل جمعية الهلال الأحمر الكويتي، وجهود فاعلة تطوعية كبرى تفردت وتميزت في ساحات العطاء والعمل الإنساني الكويتي. هذا كان كل شيء زميلتي باسمة، عودة لك إلى الاستوديو. كل الشكر لك زميلتي ديما دحدل، وأيضا الشكر موصول للأستاذ أنور الحساوي، وشكر كبير لجمعية الهلال الأحمر الكويتي على جهودها الكبيرة والحثيثة.